زوين زعما قريب للمدينه وكل شيء، غير هي الا حنا كنبغيو راك عارف التقضيه ديال المغاربه غنتعطلوا، خصنا 5 درهم الا قسنا ساعه راه شويه كرهناش. ولكن الحمد لله بعدا داروه لنا هنا، ما كناش كنلقاو كاع باركينغ بعدا فهاد البلاصه، ما كناش كنلقاو، كندخل المدينه لداخل ما كناش كنلقى كاع بلاصه، بعدا صافا بعدا مزيان هنايا. هاد الممر تبارك الله زوين في المستوى، وتيشرف السكنه ديال الرباط والناس ديال سلاف، وتيخفف شويه من الاكتضاض، وعطى واحد الجماليه زوينه مع الجرده، عطى واحد الاضافه تبارك الله لواحد، عطى واحد الصوره للمدينه، واحد التغيير جميل، تغيير زوين. وتتمنى الله ان شاء الله يكون هذا الشيء يزيد يعمم المدن كامله وتكون الفائده للجميع، ونحاولوا نتهلاو في المدينه ديالنا بالنظافه، وهذا الشيء تيشرف وتيحمر الوجه. مشروع مرقب باب شله اللي الطاقه الاستيعابيه ديالو 495 مكان لركن العربات، هو تندرج في اطار منظومه مندمجه لرفع من خدمات التنقل الحضري في المدينه، وعلى غرار فتح مرائب اخرى اللي شفناها في باب الحد اللي كان في شهر ماي، والهدف انه نقصوا من حده الاكتضاض وحده لا بريسيون اللي كاينه على المدينه العتيقه من حيث الجولان والسير ديال العربات، وكذلك نعطيو الساكنه والناس بصفه عامه واحد الخدمات في المستوى بحال اللي كتشوفوا بانهم مرائب محظيه سيكوريزي في مستوى عالي من حيث التقنيات. وبغرار هاد المرائب كاين هناك خدمات اخرى بحال اللي كتشوفوا ديال اسبلانات ديال الحافلات النقل، باش يمكننا هادشي كله باش يمكننا نسيروا بطريقه سلسه الجولان في المدينه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.